بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله، يشرحه ويعلق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الحلقة 88. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات الكرام، مستمعي إذاعة نداء الإسلام، إلى هذه الحلقة الجديدة من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي يتفضل بشرحه وبيانه والتعليق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء. فأهلا وسهلا ومرحبا بمعالي الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله معالي الشيخ. نستأنف ما توقفنا عنده في باب قراءة القرآن، إذ قال رحمه الله تعالى: وعن أم سلمة أنها نعتت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مفسرة حرفا حرفا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله جل وعلا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: ورتل القرآن ترتيلا. والمراد بالترتيل هنا أن يقرأه مترسلا، يقرأه مترسلا ويقف على رؤوس الآيات ويسأل عند آية الرحمة ويستعيذ عند آية العذاب. فكان صلى الله عليه وسلم يرتل القرآن كما أمره ربه بذلك. نعم. وعن ابن عباس: لأن أقرأ آية أرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله بغير ترتيل. نعم، وهذا أثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لأن أقرأ آية أرتلها خير من أن أقرأ القرآن بدون ترتيل، لأن الله أمر بترتيله، فالذي يرتله يكون ممتثلا لأمر الله. والترتيل خلاف الهذ والهذرمة، فالقراءة تكون متوسطة، ليس فيها تمطيط و يعني زيادة في المدود والغنة وما أشبه ذلك من أحكام التجويد، لأن هذا العلم، علم التجويد، أمر مستحدث. وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون بطبيعتهم يرتلون القرآن بدون أن يتعلموا هذه المصطلحات. وهذه المصطلحات إذا لم يبالغ فيها لا بأس، تعين على التلاوة. وأما المبالغة في التجويد فهذا أمر لا يجوز. فالقراءة تكون متوسطة بين الهذ والهذرمة وبين التمطيط والمبالغة في الغنة وأحكام التجويد. الوسط خير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، يعني الملائكة، والذي يقرأ القرآن ويشق عليه وهو عليه شاق ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. نعم. وعن أبي الدرداء أنه كان يدرس القرآن ومعه نفر يقرؤون جميعا. أبو الدرداء الصحابي الجليل رضي الله عنه كان يتدارس القرآن مع إخوانه من الصحابة. تدارس القرآن أمر طيب، بأن يقرأ مبلغا من الآيات ثم يقرأ الآخر مثلها في العدد
أو يقرأها نفسها فيكررون الآيات بينهم، أو أنه يقرأ واحد ويقرأ الثاني عند نهايته والثالث عند نهاية الثاني، وهكذا تدرسون القرآن. وكان جبريل عليه السلام ينزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ليلة من ليالي رمضان يدارسه القرآن. نعم. وروي أيضا عن علي أنه سمع ضجة ناس في المسجد يقرؤون القرآن، فقال: طوبى لهؤلاء، كانوا أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أثنى على الذين يتدارسون القرآن في المسجد، وأخبر أن الله يحب هؤلاء، فهذا تشجيع لمدارسة القرآن. نعم. ولهما عن عبد الله مرفوعا: لا يقل أحدكم نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي. نعم، لا يقل نسيت، لأن كونه ينسى القرآن هذا دليل على الإهمال، ولكن يقول نسيت كذا، يعني شغله شيء عنها ولم يكن غافلا عنها وإنما انشغل عنها، هذا يحصل لكثير من الناس. نعم. ولهما عن عائشة في حديث: لقد أذكرني آية كنت أنسيتها. نعم، لقد أذكرني أي أعاد إلى ذاكرتي آية كنت أنسيتها، ما قال نسيتها وإنما قال أنسيتها. نعم. وعن ابن عباس مرفوعا: من قال في القرآن برأيه أو بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. نعم، من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. لا يجوز تفسير القرآن بالرأي، وإنما يفسر القرآن بالأثر الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله أوحاه إليه وفسره له، قال جل وعلا: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قرأناه أي قرأه جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول يتلقى القرآن عن جبريل عليه الصلاة والسلام، وجبريل يتلقاه عن الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وصح المراء في القرآن كفر. نعم، المراء اللي يماري في القرآن ويفاخر، أن هذا من كفر النعمة، ليس كفر الأكبر المخرج من الملة، وإنما هو كفر الأصغر، كفر النعمة. نعم. وروى الزهري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما يتدارؤون، فقال: إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا، فلا تكذبوا بعضه ببعض، فما علمتم منه فقولوا، وما جهلتم فكلوه إلى عالمه. نعم، لا يجوز القول بالرأي في تفسير القرآن، وإنما يفسر القرآن بالأثر الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن صحابته الكرام. القرآن لا يفسر بالرأي، لأن تفسيره معناه أنك تتكلم عن الله أنه أراد كذا أو أراد كذا، فكما أن القرآن يتلقى نصه فكذلك يتلقى تفسيره، ولذلك كتب التفسير والحمد لله حافلة بالتفسير المأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن صحابته وعن السلف الصالح، مثل تفسير ابن جرير رحمه الله، هذا هو أبو التفاسير،
جامع شامل، وكل التفاسير التي جاءت بعده فإنها تمتد أو تستمد منه. نعم. ولأحمد عن عبد الرحمن بن شبل مرفوعا: اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه. ولا تغلوا فيه بالغلو والزيادة، فالزيادة في تلاوة القرآن بأحكام التجويد ونحو ذلك هذا لا يجوز، وإنما تقرأ قراءة ميسرة، قراءة واضحة ليس فيها مبالغة في أحكام التجويد والمدود والغنات وما أشبه ذلك، وإنما يقرأ القرآن بالسليقة، ويقرأ القرآن باللغة العربية الفصيحة التي نزل بها. والانشغال بأحكام التجويد يشغل عن تفهم القرآن وعن طلب معانيه والعمل به. نعم. قال: ولا تجفوا عنه. ولا تجفوا عنه يعني لا تتركوه وتبطئوا عن تلاوته، بل اجعلوا ألسنتكم رطبة بتلاوة القرآن، ولو في حدود الشهر، يعني يختمه في كل شهر مرة، هذا آخر شيء. ومنهم من يختمه لعشر ليالي، ومنهم من يختمه لثلاث ليالي، وهذا آخر الحد ثلاث ليالي. فإن زاد عن ثلاث ليالي فهذا تكلف، إلا أن يكون ذلك عن رغبة. قد كان عثمان رضي الله عنه يقرأ القرآن في ليلة واحدة، وروي عنه أنه قرأ القرآن كله في ركعة واحدة رضي الله عنه. نعم. قال: ولا تأكلوا به. ولا تأكلوا، تتخذوه حرفة، تقرؤونه بالأجرة في المحافل وغيرها مما يفعله بعض المتأكلة بالقرآن، الذين يجعلون عملهم وحرفتهم بالقرآن، يتأكلوا به ويحصلوا به طمع الدنيا، هذا لا يجوز. نعم. قال: ولا تستكثروا به. ولا تستكثروا به يعني استكثار، يعني الطمع وإرادة المال. نعم، الكثرة. نعم. أحسن الله إليكم. من يتخذ الأجرة على تعليم القرآن والتدريس أو الإمامة؟ لا بأس بذلك، أخذ الأجرة، أخذ الأجرة على تعليم القرآن، أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن. قال صلى الله عليه وسلم: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. يجوز أخذ الأجرة على تعلم القرآن وتعليمه ونشره. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ولأحمد في حديث عبد الله بن عمرو: اقرأ القرآن في كل شهر. قال: قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فاقرأه في كل عشرين. قال: فقلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فاقرأه في كل عشر. قال: قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فاقرأه في كل سبع ولا تزد على ذلك. نعم، هذا آخر حد لمن يريد أن يكرر القرآن. نعم، في كل شهر حد الأقصى. هذا حد الأقصى في كل شهر، والحد الذي أرفع منه أن يقرأه لكل عشرين، والحد الذي أرفع منه أن يقرأه لكل عشر، والحد الذي أرفع منه أن يقرأه كل سبع، وهذا آخر حد لمن يريد إتقان القرآن ويريد الأجر والثواب بتكراره. نعم. ولأبي داود: إن
قال إن بقوة، قال اقرأه في كل ثلاث. اي نعم، في كل ثلاث يعني يختم القرآن في كل ثلاث، يعني في الشهر ثلاث مرات. نعم أحسن الله إليكم. من يهجر القرآن أكثر من الشهر، أحيانا تكون ختماته تزيد عن الشهر وأكثر من ذلك، هذا خلاف السنة وهذا تضييع وفوات للأجر. نعم أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وضعف مثوبتكم. إلى هنا نأتي وإياكم أيها الكرام إلى ختام هذا الدرس، نلتقي وإياكم في الدرس القادم إن شاء الله، وأنتم على خير، والسلام عليكم.